الكاونتبل ناونز والانكاونتبل ناونز. الكاونتبل ناونز غير انها اسماء تعد، والانكاونتبلز اسماء لا تعد. الانكاونتبلز دايما سنجلر، مفيش منها بلورال. اما الكاونتبل ممكن يجي منها سنجلر وبلورال، يعني ممكن اقول بوك وممكن اقول بوكس. الانكاونتبل ناونز هي ذا ناونز ذات كانوت بي ديفايدد انتو سمولر يونتس، انا ما اقدرش اجزئها لانها ما بتتعدش. يعني مثلا هقول اي هاد رايس فور لانش، انا اكلت رز على الغدا، ما ينفعش اقول اي هاد ا رايس فور لانش لانها ما بتتجزئش. بس انا ممكن اعامل الانكاونتبل على انه كاونتبل واقدر اعده في حاله ان انا حطيته في كونتينر او في انتيتي بتتعد، ومن ساعتها اقدر ابدا اعده. يعني مثلا هقول I had two plates of rice for lunch، انا اكلت طبقين رز على الغدا. هقول مثلا I added three cubes of sugar to my cup of tea، انا حطيت 3 مكعبات سكر في كوبايه الشاي بتاعتي. يعني مثلا عندي here دي uncountable noun لا تعد، ولكن لكل rule exception. عندي مثلا here دي uncountable noun ما ينفعش اعدها، لكن ممكن اعمل exception واقول I found a hair on the table او I found a hair in my soup، وبس كده. انا نريمان وهبقى معاكم 30 حلقه بتوع رمضان عشان اعرفكم simple tricks.